أن ذلك البواب يفك لك؟ أصلهم هيبقوا 12 إذا ما فكتش دلوقتي. موافق. يا سلام، كل ده علشان ما تفكش؟ لا، لأن اديت كل الفلوس اللي معايا الفتحية مبارح، فلوسي وفلوسنا كلنا وفلوسك. وانت بس يا اخي بلاش الهزار السخيف ده على الصبح. ايدك على العشرة، بلاش الملحق اخويا. بقول لك اديت الفلوس كلها الفتحية، تعرف كانوا كام بالظبط؟ 25 جنيه و47 قرش ونص. انت بتتكلم جد؟ ايوه. لفتحية شغالة؟ ايوه. سامع يا جمال بيقول ايه؟ استلف لي بالليل ورقه ب10 وقول الصبح انه اداها لواحده، لواحده شغاله. انت اللي غلطان، انت يعني مش عارف سامي؟ عارفه، فقري والله العظيم، فقري وعظيم واغني وهيفضل فقري طول عمره. لختامه و25 جنيه و47 قرش ونص، متغاظ ليه؟ المهم دلوقتي ايه العمل؟ العمل هو بقى شوف لها حل اخويا يدبرها والسفينه قرشين. استلف منين؟ مني. أنا مستعد أسلفك بس الجنيه باتنين. والله العظيم أنت مفتري. مش أحسن ما أبقى عبيط؟ طب هات. اتفضل. هات. 1 2 3 4 5. شوف يا نوجة، إحنا في بينا تفاهم واستلطاف. إيه يا سي أحمد؟ ولحمة وفاصوليا وسبانخ وفراخ، يبقى إيه اللي ناقص؟ المأذون. قوي قوي. بس انت بقى شغل بالك يا نوجة، انت بقى تستنى عليها شوية لغاية بقى ايه، لغاية بقى يعني ما يبقى في لغاية ما يطلع لي شنب زيك يا نوجة. مش كده بيت؟ الو الو. ايوه. حاضر يا فندم، ثانية واحدة. أحمد. إيه؟ أحمد. إيه؟ كلم التليفون. مين اللي طالبني؟ القرافة. وطي صوتك أحسن تسمعني. وإيه يعني؟ يا الست دي مش عدت الخمسين بقالها قديجة 20 سنة، دي لازم يضربوها بالنار يا ابني، دي حصان بلدية. بحياة أبوك يا سامي كفاتر يعني، أحسن دي مشاعرها مرهفة قوي. مرهفة؟ انا مش فاهم يا اخي، انت بتطيق تكلم الناس اللي بالشكل ده بالساعة والاتنين ازاي؟ هات هات. خد. الو. اهلا اهلا يا روحي. فندم يعني اذا كان زكي بيه هو الوحيد اللي يقدر يساعدني، طب يعني مش ممكن اقابله بيه؟ تقابله؟ انت مجنون؟ ليه يا فندم بعد الشر؟ يعني بقول لو سيادتك حددت لي ميعاد معاه. زكي بيه ما بيقابلش حد بمواعيد. هما اللي يقابلوه فين؟ هو اللي يقابلهم لما يكون عايزه. فين يا حسن بيه؟ مش مهم فين، انت ممكن تلاقيه قدامك كده فجأة. وانا هعرفه ازاي بيه؟ هو اللي هيعرفك. طب هو يعني مش سيادتك مش وعدتني بشغلانة كويسة؟ ما هو انت بقى اللي مش عايز تشد حيلك معانا. انا مستعد اشد والله. بس ازاي يا بيه؟ انت مش سامي صلاح صاحبك؟ الروح بالروح. عظيم، عرفنا بيه. بس سيادتك. بلاش بقى حكايه سيادتك دي، احنا اخوات يا راجل، مش شايفني بعزم عليك بسجاير مستورده وقاعد افسحك اهو بالعربيه؟ يا فندم احنا متشكرين قوي على السجاير المستورده. هو سامي بيه صاحبي صحيح، انما ده دماغه ناشفه قوي، ويمكن لو عرف مش هيعرف. وعلى العموم مالكش دعوه انت بالموضوع ده، انا هتصرف. هو سيادتك هتعمل له ايه بيه؟ لغايه امتى هقول لك ما تسالش اسئله؟ كل ده بيأثر عليك عند زكي بيه. خلاص يا فندم، بلاش اسئله. ايه يعني شايف حضرتك الناس في الشارع؟ الشوارع بقت زحمه قوي ساعه البيه. انت بقى شايف ان عصام ولد على نياته؟ قوي قوي يا فندم. امال بيصلي كتير ليه؟ غشيم غشيم قوي بيه، لسه ما عرفش دنيا. والله انت اللي ما تعرف حاجه. اعرف يا فندم. اعرف. طب حاول تعرف لي بيروح فين بالليل لغايه الساعه 11، وخلي سامي علينا احنا. بس احنا هنعرف ميته. بس يا فندم سامي ده. ميرسي قوي يا سيد احمد، تقدر تنزل هنا يوم الخميس في نفس الميعاد. العفو يا فندم.
بس سامي ده يا فندم. على نعمة ما نفهم أي حاجة. اسمع، دي مش من الحقوق. الله، يعني دلوقتي عندك استعداد تقف معايا؟ تعرف إنها ملفتة للنظر؟ هي حلوة حلوة حلوة. شفت بقى فؤاد إنك تكون بره المدرج؟ لكن يا ترى ما تعرفش دي في كلية إيه؟ جراب الصوم. تعاوز تعمل غزو على بنات الكليات المجاورة؟ هي تستاهل حقيقي، هي تستاهل. بس الله، انت مالك عينك عليها كده ليه؟ اوعى كنت تعرفها. لا والله، دي اول مره اشوفها. تعرف يا احمد، هي مش جميله وبس، لكن من مشيتها تكتشف ان فيها حاجه. هي فعلا من مشيتها تكتشف ان فيها حاجه. ايه بقى الحاجه اللي فيها دي؟ انا مش فاهم حاجه. واضح كده انها معتزه بنفسها وعندها كبرياء، ودون نادر انك تلاقيهم الايام دي. عن اذنك. على فين؟ بعد 3 دقايق هتكون عرفت كل حاجه عنها، وانا جاي الكليه يوم عشان اضيع وقتي. ياخد علم يا معلومات، يبقى معلومات احسن. طب يلا بقى يا رويتر، اسمع ما تتاخرش. سامي ابو الصوم. الله، احمد انت ظهرت في الكليه. ازيك يا نهى؟ اهلا. ازيك؟ ازيك ابو زيد؟ يا اخي شهاب. ايوه ازيك يا شهاب، دايما بتحكي بين شهاب وابو زيد يا جدع. والنبي بعد اذنكم بس هاخد سايم منكم دقيقه واحده. يمكن اتاخر ربع ساعه كده، ما تقلقوش. على العموم لو غبت ساعتين برضه ما تقلقوش، كل 4 ايام واجي لكم. والنبي لو جيت بعد 4 ايام ما لكوش حزن. مع السلامه يا سيدي. مع السلامه. ها، انفع مخبر. صدقني الطالب اللي يفشل في دراسه الحقوق لازم يشتغل مخبر. اولا نعرف التحريات ايه. التحريات مش هتبسطك قوي. ليه؟ تلميذه خايبه زيك؟ لا جدع، امتياز على طول، وفي اقتصاد وعلوم سياسيه، يعني من الجامعه على الخارجيه على طول. يا ريت تقول لنفسك، ويا ريت تعرف ازاي تغير. وهي شرط مخبر وحشه؟ صلى على النبي، بيكسبوا حلو يا جدع. طب عرفني، هي مخطوبه مثلا بتحب؟ هنا بقى المشكله. شوف يا سيدي، لا مخطوبه ولا بتحب. قال ايه؟ مش مقتنع بحد لغايه دلوقتي. شوفي الكارثه. كارثه ليه؟ طبعا كارثه. بقى في جامعه طويله عريضه وفيها رزمه كليات وشبان من كل فج عميق، ومفيش ولا واحد. ليه؟ طب انا رحت فين؟ تفكر الحب ايه يا احمد؟ شوف، انا اعرف ان الحب في البتاع زي البتاع في البتوع. شوف يا احمد، في فرق كبير قوي بين انك تحب قميص وتحب لونه والموديل بتاعه وتقوم تروح تشتريه على طول، وفرق بين انك تحب انسانه. بقولك يا ابو السوم، اتكل على الله، مفيش فرق ولا حاجه. لا، في فرق كبير قوي. هنا في مشاعر، احاسيس، عواطف، حاجه كده زي زلزال يحصل لك. لا شيخ. ايه تاني عنها يا سيدي؟ شرسه. اشمعنى الكلمة دي اللي ما سمعتهاش؟ حقيقي ما سمعتهاش. بقول لك شرسة، بتطبطح اللي يغلس عليها. دي تبقى هايلة. مين حضرتك؟ سامي. سامي؟ ده حتى نجوم السينما بنعرفهم من أساميهم الكاملة، وأنت كده سامي حاف؟ أيوه، زي ما بنقول شكسبير، لوركا، بيتهوفن. لوركا، بيتهوفن. تمام. أنت سامي بتاع الحقوق. عرفتيها إزاي؟ علشان ما قلتش هتلر، موسوليني، نيرون، عملت مقارنة بأسماء.